وعلى اله وصحبه استنى انت وسلم تسليما اتفضل. كثيرا. قال الامام الشافعي رحمه الله: باب العلم. قال الامام الشافعي: قال الشافعي رضي الله عنه: قال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. قال: ومثل ماذا؟ قلت: مثل أن الصلوات خمس، وأن لله عز وجل على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إن استطاعوا إليه سبيلا، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه بما حرم الله عز وجل عليهم منه. قال الشافعي: وهذا الصنف من العلم كله موجود من النص العلم في كله. كتاب طيب الله من عز العلم وجل. كله انا اين هي؟ عندي يبقى يقال اتفضل. وهذا الصنف من كله من العلم، مش من العلم، من العلم كله. كيف من العلم كله؟ الله كده. اي من باي لا هي باي من لسان العلم اعتراضية، جملة اعتراضية. اقول انا اقول تور وهو يقول لي هذا الحلب فيه افضل؟ لا اله الا هذا الله. الشيء ماشي طيب ماشي اكمل. هداك الله اكمل. آمين يا رب. قال الشافعي رحمه الله: وهذا الصنف من العلم كله ماشي موجود نصا في كتاب الله عز وجل، وموجود عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عن من مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتنازعون بحكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا من التأويل ولا يجوز فيه التنازع. قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: وما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها، مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. قال: أفيعد هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله، أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكون من علم من علم من من علمه متنفلا، ومن ترك علمه غير آثم بتركه، أو من وجه ثالث فتوجدناه خبرا أو قياسا؟ بس قف فقلت قف قف له: شيخ بل قف هو قف استاذ، انت يعني مررت مرورا سريعا. نعم الشافعي يقول: العلم باب العلم، والعلم حقيقة الأمر. باب العلم أفضل ما يتنفسه المرء حياة في هذه الدنيا هي العلم، والإنسان بالعلم يتعبد لله جل في علاه حق التعبد، والإنسان بالعلم يهذب الناس ويسير بهم إلى النجاة، وبالعلم تكون نصرة الأمة، والأمة لا تنجو أيضا إلا بوجود العلماء. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، وقيام الساعة هدم الدنيا بأسرها. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا ين... لا لا لا, لا وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم، لم يبقي عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكفى في العلم شرفا أن الله تعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة أولو العلم قائما بالقسط. نعم حريص تفضل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يريد له به خيرا يفقهه في الدين. الخيرات منوطة بالعلم، فإذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في أمر الدين. وقال الله تعالى: قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، إلا من بعد أن جاءهم العلم، إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فما ضل قوم إلا أن ظهر فيهم وفشى فيهم الجهل. وقد قال عمر بن الخطاب: إن صدروا الجاهل، إن صدروا الجاهل هلك وأهلكهم، وإن صدروا العالم نجا وأنجاهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بأهل العلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وقال: فضل العالم على العابد
كفضل القمر على سائر الكواكب، وشتان شتان من القمر وسائر الكواكب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، زيادة مسلمة زيادة شاذة لكنها تنزل تحتها. والعلم لا يكون علما إلا بالكتاب والسنة، كما قال الشعبي العلم حدثنا أخبرنا أنبأنا وإلا فخل وبقل. في رواية قال عنها العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا وإلا فهلاوس الشيطان، هذا قاله الإمام الشافعي. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه. لابد من السنة ألزم السنة أتبع. العلم كتاب وسنة، أنت أضعت عمرك في المنطق أضعت عمرك في غير كتاب السنة أنت ضائع حقا، كالذي يعيش على المذهبية الضالة والآخر يعيش على الجهالات. فالصحيح أنك لا يمكن أن نراك يعني نافعا للأمة، وأن الأمة تحتاج لمثلك بشرط وقيد، إلا أن تكون عالما متقنا فيؤون إليك ويؤون إلى ما عندك من العلم. وبدأ يتكلم على العلم، العلم فرض كفاية، العلم أصالة، العلم فرض كفاية، أصالة العلم فرض كفاية. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ شيخنا الغالي، شيخنا لا أنا نناقش، عشان ربنا عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم هنا أمر والأمر الوجوب، فلازم نعلم. إكسلنتي، لكنه يحتاج إلى تفصيل آخر. سيدنا نوافق سيدنا، فلولا نفر من كل فرقة. ممتاز، فلولا نفر من كل إيش؟ من كل فرقة منهم طائفة، فدل ذلك عنها على أنها فرض كفاية. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمة أصلا أنت لا تحتاج، الأمة لا تكون بأسرع علماء. فأصل العلم فرض كفاية، ونقول من سار، لكن هذه مهمة جدا، ليسمع الجميع وليتعلم، من سار في طريق العلم سار طلب العلم فرض عين عليه. من سار في طريق العلم سار فرض طلب العلم فرض عين عليه. فإذا سار في طريق العلم سار واجبا عينيا عليه أن ألا يفارق العلم. ما في إذن لك. سيدنا أبو الوليد يقول ذكرها أنا ما رأيت، سامحني أعتذر والله، ما أدري التعليقات عندي مخفية، ما أدري لما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم الرمي ثم تركه ليس منا. نعم، والعلم فرض كفاية ليس فرض عين كما قلنا، لكن يكون فرض عين لمن سار على طريق الطلب. قال والعلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهل. هذا علم عام الذي انتشر، وهذا علم معلوم بالدين بالضرورة. يعني من قال بأنه يعني ليس هناك ثمة صلاة مع العصر هذا أكفر. من قال للناس احنا عندكم يعني صلاة ثلاثة لا خمس صلوات يكفر بذلك، كالصلاة الخمس، وأن الله على الناس صوم شهر رمضان وحج البيت ما استطاع إليه سبيلا وزكاة الأموال، لأن هذا صار من علوم الدين بالضرورة. حرمة شرب الخمر، حرمة الزنا، كل هذا معلوم بالدين بالضرورة، وحرمة القتل، وما كان في هذا المعنى ما كل في العبد أن يعقلوه وأعملوه يعني ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكف عنه ما حرم عليهم منهم. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله جل في علاه، موجود عاما عند أهل الإسلام، ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتنازعون فيه. وهذا العلم هو العلم العام الذي يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع، لأنه صار كما قلت من باب المعلوم بالدين بالضرورة. قالوا فقال لهم الوجه الثاني، قسم هنا الإمام الشافعي قال القسم الثاني وما لا يكون له تلك الخاصية من العلم، يعني معلومات من الفروض، وإنما هو من علم الخصوص، كأن الجدة تأخذ السدس، هذا من علم الخصوص. فهذا العلم يعني وعر يصل إليه المرء بمجهود، طبعا بعد طلب العلم وعر يصل إليه العلم بمجهود. ومن طبيعة هذا القصة أنه ليس في نص قاطع من الكتاب ولا في أكثره، أيضا المسألة مسألة نظر، إما بالإحاق إما بالاستنباط إما بمفهوم المخالفة إما بالقياس الجلي أو بالقياس، وهذا كله يحتاج إلى دقة نظر مع تمرس في العلم حتى يستطيع أن يضع المسألة مع المسألة ويضع المسألة مع المسألة. وخاصة هذا القسم أنه يحتمل أنه يكون ظاهره غير مراد ويكون مراد المقابل. أنت ترى هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ أحدكم على خطبة أخيه، خلاص هذا مراد وظهر جدا على حرمة خطبة
المرء على أخيه. ثم تجب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يقول تقول له فاطمة بنت قيس خطبني معاوية وأبو جهل قال انكحي أسامة. خطبني معاوية أبو جهل قد نقول توارد في وقت واحد أو تقول تعقب، لكن هنا ليس المسألة الإشكال هنا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال انكحي أسامة. بعد ما قال أم معاوية فسوق لا مال له وأم أبو جهل لا يترك العصا من عاتقه قال انكحي أسامة، خطب على خطبة أخيه. فدل ذلك ما قال الشافعي أن المسألة هنا المورد غير واحد، المورد مختلف، لا يخطب أحدهم خطبة أخيه يكون عند الركون، إذا ركنت لأخيه فلا يجوز أن يخطب. وهو علم فيه نوع إشكال لا يصل إليه إلا من خط طريق العلم ووقف عليه مثابرا صابرا من أجل أن يتقن هذا العلم. وأما بالنسبة للمكلف فالعلم أيضا ينقسم إلى أقسام، فرض عين عليه الصلاة الخمس وإن كان من أهل المال، فرض عين أن يعلم كيفية الزكاة وإن كان سيحج، فرض عين أن يعلم مناسك الحج، خذوا عني مناسككم. نعم أيها المغربي تفضل رضي الله عنك. وفرض كفاية وهو الذي إذا تعلمه العالم سقط عن الآخرين كعلوم النكاح والمعاملات وأيضا الحدود، العلوم التي يسعى لها من تفرغ لها. فإذا من العلوم علم فرض كفاية وفرض عين، وأيضا منه العلم اللازم لكل إنسان لا يذهب عنه الخاصة، بل هو للعامة وللخاصة كما قال الإمام الشافعي. لكن النقطة الأهم عندنا الآن هي أن العلم وإن كان فرض كفاية، نعم وإن كان فرض كفاية، فنقول إنه ينقلب إلى فرض عين بالشروع فيه، فلا يجوز لأحد أن يمن الله عليه بطلب العلم أن يتقاعس، وإن تقاعس أثم بذلك، بل أخشى عليه يعني أن تكون كبيرة إن ترك علما قد يستطيع أن يتقنه فيصلح الأمة فتفسد بسببه. ما أدري، أخ كريم راجعني وقال بأن من قال العلم أنبأنا أخبارنا هو شعبة، ممكن يكون نقل عن شعبة، لكن الذي أتأكد منه أن العلم أخبارنا أنبأنا هو الشعبي وليس شعبة، ممكن أحد يتأكد لنا. وفي الحالتين المسألة على الاسم، لكن أردت أن أتأكد لأن يعلم أن من راجعني من أهل العلم يعني ليس بالهين. إذن أنواع العلم التي لابد الإنسان ينشغل بها من أهمها كما قلنا العلم إما فرض كفاية وفرض عين، ولكن التقسيم الذي قسمه الشافعي تقسيم بديع جدا، وهو العلم العامة هو العلم الذي تقوم به العبادات والتي خلق الله لها الخلق كالصلاة، يعني علم الصلاة هذا واجب على كل إنسان كيف يصلي أوقات الصلاة، ولأن هذه قوام الدين بوجود الصلاة، فرض عين الإنسان أن يتعلم الصلاة كل إنسان. أيضا كعلم الطهارة من الحيض هذا علم فرض عين على كل امرأة أن تتعلم. طبعا إذا قال لي قائل هي لا تستطيع، نقول إما أن تتعلم وإما أن تستأجر مفتية أو ترجع لمن يجيبها عن ذلك فتعلم بالسؤال والجواب. والحديث بقية إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله أن يحفظكم وأحفظ بكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين إن شاء الله. المغني والسنن، لا المغني ليس عندنا اليوم، السنن فقط مع بداية المجتهد بإذن الله في الليل. أشكر فضلكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم اغفر وارحم وتلاعب وزع متاعنا فإنك أنت العز والأكرم. اللهم أنا أسألك إيمان لا يرتد ونعيم لا ينفذ ومرفقة نبي محمد في جنة الخلد. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعل وجهك خالصا وتجعل أحد فيها شيئا. إني أحبكم جميعا في الله، أدام الله علينا وعليكم هذا الخير ما حيينا أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم،
وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.